يسأل سائل: ذهب بعض الشباب المتحمس للجهاد في سوريا وانضم إلى الجماعة التي تسمى بالدولة الإسلامية، وذكر أنه ما يشاع عنهم من قتل وإرهاب ليس بصحيح، فما هو القول الصحيح في هذه الجماعة؟ بارك الله فيك. القول الصحيح أنها جماعة خارجية تكفيرية، وابن خالتي قتلوه قبل أيام قليلة بدعوى أنه مرتد، لأنه كان في الجبهة الأخرى المضادة، وكلاهما أخطأ الطريق، الجبهتان سواء المسمى بالنصرة أو داعش، لكن تلك أشر، لأن تلك لا ترقب في كلتاهما لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. ويكفي الهراء الذي أعلنوه قبل يومين أو ثلاثة من دعوى مبايعة الخليفة الذي يدعون أنه خليفة المسلمين. وهؤلاء جعلوا بعض من انتمى من شبابنا إليهم أول عمل يبدأون به هو نقض البيعة التي في أعناقهم، وأنتم تعلمون حكم نقض البيعة، فكلنا لنا في رقابنا بيعة، وأنتم في رقابكم بيعة لولي الأمر في هذه البلاد، فهذه خيانة وغدر، والغادر يرفع له لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان. ومن نقض البيعة فهو على خطر، من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية، ومن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة لقي الله ولا حجة له. فهؤلاء ناقضون للعهود، ناكثون للعهود، بعيدون كل البعد عن الحق، يكفرون العلماء ويكفرون ولاة أمورنا، ولا هم لهم إلا التكفير، هذا الذي يعرفون ويعتقدون أنه الدين. غرتهم الفتاوى التي يفتي بها بعض السفهاء من وراء الكواليس، وهم على قسمين: مفتون يفتون وهم معهم، اتخذوهم مشايخ لهم ويتعلقون بهم ولا يرجعون إلى حكم الله ولا يرجعون إلى العلماء الربانيين، وهؤلاء على شاكلتهم. وهناك مفتون قعدة قد يفتون وهم في بلادنا بتأييد هؤلاء والذهاب إلى هذه المحرقة التي أحرقوا فيها شباب المسلمين من غير هدف، يقاتلون تحت راية عمية وتحت راية عصبية وتحت رايات جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من قاتل تحت راية عمية يقاتل لعصبية أو يدعو إلى عصبية. هؤلاء جهال، سفهاء، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: خير قتيل من قتلوه وهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأخبر أنهم كلاب النار وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، وسماهم كلاب النار، وأخبر أنهم يظهرون في كل قرن، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال، وأخبر أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، إلى غير ذلك من أوصافهم التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهم قتلت علي، قتلت عثمان، وقتلت علي رضي الله عنهما، وهم يقتلون أهل الأوثان، وهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون من؟ أهل الأوثان، كما أخبر عنهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
أسلافهم قتلة عثمان، يصعد أحدهم على الجلجمة الطاهرة على جمجمة عثمان بعد أن فصلوها عن رأسه، ويقول هذا الدعي اللعين: والله ما عرفت يوما من أيام الله ولا يوما من أيام الجهاد أفضل من هذا اليوم. أما قاتل علي رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن ملجم، فقد قال: أنا سممت هذه الحربة ولها 9 رؤوس، 3 منها لله ولرسوله، و9 من هذه الرؤوس إنما سممتها لبغضه لعلي رضي الله عنه.